أسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب وارحم دانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبته كيرية ليسون أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبة يا رب للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة كيرية ليسون رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب للفضلاء معونة للمساكين نجاحا للطلبة الطالبات عملا للمحتاجين يا رب ارحم الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبه قد انقسامات الكنيسة يا رب ارحم حل تعاظم أهل البدعة نحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى مستحقين يا سيدنا أن نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلامة كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وجميع لاصق في الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأسقف بطريركنا البابا أنباشنودا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم أنباشنودا الثالث بابا بطريرك رئيس أسقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أسقفتنا الأرثوذكسية. يا رب يفصلون معه كلمة الحق بالاستقامة أنعم بهم يا رب على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب أبانا قممصة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والأرثوذكسيين وسبع طغمات كنيسة يا الله. يا رب كل الذين في البتولية وطهارة
وصلات كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارة آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والقرى الجزائر والأديار. ساكنين في إليسون
إليسوني مسؤوثئوس كإليسوني مسكريليسوني بالقلب الواحد أعطي طمأنينة لكل العالم ومزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب. أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. وأنا أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر وقدوم وكل شجرة مثمرة في أنحاء المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
صعداك مقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثال تكثر أثمار وعدال للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق باركك لي لسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب شفاء للمرضى راحة للمعوزين للذين في السبي قبولا للآيتا يا رب وارحم مساعدة للأرامل المتضايقون اشبعهم بالخيرات الساقطون أقمهم والقيام ثبته يا رب وارحم الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل إليك اعترافه الخطاه الذين تابوا احسبهم مع مؤمنيك مؤمنوك احسبهم مع شهدائك يا رب وارحم الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن ايضا المدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا الى آيك كريا إيصاي كريا إيصاي كريا إيصاي اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا